أعلنت السعودية تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة لمدة 30 عام لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية. تتضمن حزمة الإعفاء الضريبي إلغاء ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة. وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي وفقاً لوكالة الأنباء السعودية. من جانبه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أشار إلى أن هذه الخطوة تعد حافزاً مهماً لجعل السعودية مركزاً رئيسياً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل متطلبات السعودة المرنة واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقرات الإقليمية. الفالح أضاف أن البرنامج اجتذب أكثر من 200 شركة حتى الآن، وهو ما يزيد عن مستهدف السعودية عند 160 شركة بحلول نهاية العام. وكانت السعودية قد أعلنت في فبراير من العام 2021 عن خطط لوقف التعاقد مع الشركات التي لا يقع مقرها الإقليمي في السعودية بحلول الأول من شهر يناير من العام 2024، وذلك للمساعدة في خلق فرص عمل محلية لخطط التنويع الاقتصادي.